نين قال له يدعوه يعني مثلا محمد عبيبه وكله وصل الدوام كفر حسنا هاي نعيد حرسي وكله وصل الدفاع يعني محي نين كله ورد شريخ خليف لأن ما كان شبه حسبي كم دعاه مركا عرينتن أرانا يسا يعني وحوي يعني حسبي كان وضني عرينتن وحوي سيريا سومو قاعدة نينو يعني دولة دلموسة ثاني واي أنا هو حدونا يعني الله يلعليه عم بحسبي قودني هتشوق عم بكل مية هتشوقي عد كستو عدو قري وصو قاعدة إن دين على جوده يستعجب في عن كوسو فدانة جرانين عدو هي عدي كل تجعل ما يسي وحنا نقول نسعى على فشل أنظر أنا رشاق سينو أنظر نقول عشيا ما كان رشاق ولا سينا حكومة دنو يدفع ويد تلك وارن بكون فرشة من تارين تا لا سوري وقدمي رشاق وحنا كان لنا حس في معارك وضني الله جاب وضد غيره خبطه بلا صوص عدا الملاو الله لا يمسيب الخو ما يعرفنا ولا كفاية ما حس في شو الدلالة يا أنا وضد خبطه الله جابه لكن كل هذا حتى وضد في قبطان وحنا كريم محمد عبد الله عمر حس على حاج حسن رما you name it من ما شاء الله سبي لك إلى المكت حاجة بحي يو شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الملا الله أدي يا دونر تقول سلام يا علي حبيبي يا ذني دمان وان وان السلام يا دمان تينو دونر and وحنا نهلك هوست كارك يا هنا أو هنا عليو أندي أيه و قدوميها هو أنت تويتر كا لكن إذا عدم تمعته وكيف قابسته It's okay. We welcoming her. Well, Anaku. Absolutely. Ah, Malol. Space contributor is coming. Magahiu. Ina niwe na fursa ma kasekta Nairobi. Magahiu taka an international. Aye, aye, miya. Magahiu mbe fursa aye ya la da magahiu an adi mbe fursa ma kahani. Yor sa aye yor tika. Dofuru ba aye uta. Of course, tayo. Wala kaya kar hawiyo dofla aye yo. قار حوينا أي إسلام تأييه ولا دخل أيه أبغى شعر وشخ وأنا وابا في عند هاي بنية وابا نهدي له إذا حتى نادي رباطي له إذا هذا لا إلا ماشي أن تجي جري لكن ونيروبي كله و أيه إسكي لالي سبارة لأن أبيه تاجرته ما ومسهور هذه نيا بنا ما تقولي I hope إنه ماشي أنا أنت بدون تلخص مالي ده متقول لكن I hope إن المال نجاري كروكيالو وأن تجينا إن شاء الله شاور أبكان وأنا سمعنا waniyo aan ku soo wada noqono een topicka horta niyo dibta umad reeso malan waliba gaar ahaan twitter ka haystay wax weyn dad cadeysan iyo dad ka soo horjeeda een dibaatan way wax noqonay dad yaani aqliyadoodu ay ku saleysan tahay bis inta and have seen halada hada wadani iyo kulbi een horta ilaahay horta wuxuu nasiib fursad أنا أمد بلاد كيك العينة هايسن أو أه ديمقراطية قفل لطون الطورنك ديمقراطية دي نوحي تاي واسيرا أدقو أدو إيبسو أيديا داد إلا إذن كي بروبوغاندا هاتو إيينا هانين لكن مركو أو حسبي أما سياسي لوزري ودرمان تنتو إن لغو راعو ريرنمو إيه إن لغو راعو عادفات كالا ورتقاد بيوحنت هذا الأب إذا مقاي أو كهالين كابني سقبا معركتي أن أي كده حلاي ما هو أنا تدك جوده هجوجا لكن دتك سوشيال ميديا هجوجا إنتان أركو دت ده نوع أو هلا أو يراه ده هدي ويما دخل مية يهدوني إمبا ودنك هو بابايا هرت تاسي هرت واقلب لكن أنا هرت أحس بين مي أنا نرسو ملنا سملنا نمذا إدقسن كي ما دابو حن أنا كفلا إنه بربرة أو كالديسو إنه ماركتي ودن كهرة أمريو إنتي أنسكوري لهيني ليس جيدين لها إن أمد اللوجي ديو دولدسكا تعلين تا محالة لها دا دقالها إن هالكا أنك دو لكن ميل هوس أيان كارلينا بحاور اللوجي ورابي أيس عني ورابيس كمعرس وحيالها كسو وجهن بروبوغاند له دب له ودن كسو سعودا أي دتك كسور جيدا سومالان السوشيال ميديا أولي بالرئيس سومالان السوشيال ميديا هنجوجا يعني كسور وذان إلو سو ديبي فكرة ليه كله يهنما وفكرة ذا إلو سو ديبو أيا مش سوشيال هرنا وانوشك سنة كهر ينو لون دقائقين أيا نهار سوشيال حتى مركي الله ونحرجته إن بوبا ودن كسور قالنا وحبان كير وحبيان ودن كان واهر وهرتبا المصبيح ورتيبو بابا أي ودن وقت جيسي رانيو جانوري 17 30th جانوري 30th 2017 كي ايا لغو سو قادي ويركي اوهر ريو وطنك لون سو ديبي نمان وقت ايقاكو جيري
سيريو ادمنستريشن كيس وانا هورن وانا وشكنا وقتي قاحتا شركي مقدش امار سوري جيبوتي او سيرانيا كقيب قلي وانو شكنا توس وانو شكنا انو حجر دي اوضي سوها القمي او صوت عادنوها لكن معناها دي مركا دي نينكا كولتا لينيا او كميديا هاي تدك بربرني ودنك فكرة دادا اما هذا الكاغا ما قادني سلفي عمبو ونوراها اللي يريد وادير وان ايقدونا وان تكون مهات سنتين لكن هالكي بدل لوغ مقاعد واقع 2017 كيبان ايان شاك لكن هاد دمركة واحد جو فكرة دا تالاي وفكرة دا وبنيساق وامسيني هاي هادي اموس الدمقراضية كسو بحو نوودن هوان بربورينينا هادي اوائينا دا ودن كوسي جري ورودن هو موسانا ماها عرانا ماها هادي مو عرية موسة هذا هذا قبيلة يقولون القف أوري عرض الرحجي جوعان في لام بجوعان they enjoy some of them they enjoy the luxury lives أو مثلا لقى كرول عاجة لقى موسى بحلمه فايز حلمه هدية أبا بين الشو موسى محل هذا درتي كان خلنا وعيسى محل هذا عرض درتي أبا بيني ما فايز حلبلا دورت هسك هذا لي ومشوا يعني لقى ديجين ودن كان إن ويهي يعني واح انجر ديمقراطية بان هاي سنة قفكي دونا صوب بحكر موسى انو هلا بدا قولي بها ديان سوي او المان تلو يويتيو والله يرهدو ايا تاقير له انو موسى نور له ريزم كواي ان موسى او تاقير يا وحوين موسى انت لصعو تاهابا نقضان بدد انا قوم بذن ايو او سياسة دا محالة دا امال يرهد ان قوية صعود كهواتان او ديال هاي هينو بيحين بريقي اي عيدمدي اي دولدها كجرين انتيها امسنا ذان وحورا امريا هدي ذان وهي نسول دويسن لكن مارك الله بدا حسبي وحددك كده حجيرانيك حسب الهي دي لغايا وحسبي قوداني وحاكده بوحا داد بضن 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 وعدو بسومال لانكوا بليفونا حالاقب بلابح تاكي عفايان كوهي انو اني هورانا وشيك انو انا مقدش جوه او تيلك ديكاوت انا واحد قال لسا قلال صباح قلال ما يقلال ما هنا نينكن كلاي قابني مراية تحديد ما حيرن مقعيسو نيكا اتباع مراوك اللي يانك هو هذا خطو اتباع لك خضر مالا خضر ها يسوكو مهدي لها طيقو الرمو بضان وغشي كينا يا مهدي وطب بضان لفر ديا وقتها ايا ان دكتي دو كومغلي انا عدن ما ايديو عدن مسي انو دكتي دان كومغلي لكن انا يا ويد ما غادي انا غو ميسن ودنك انو هورو اسعدو ودنك اني ودن نقدو او اني ريادايدو اي تاي ان ان كاميرا دليو اني سوملان ودن غار نقطو مالنتاس انا غو ميسن ان ان غول غار كان وان وداي كما هلي انا ولا ار ولا موس منا اي وحي مسي كودي مركا لكن وحن كو شيغيا دد بدن او حقيقه بدن ايا كدوغن حسبيغان وداني وا وحا ولا امسن لكن ورتا إلهي بدك الرئيس ومن لاني لعشان ودن كنا ودن ديمقراطية تدك ما هلاو كل عدي أمي يلاو كل عدين لكن فكرة ده أحد دي موس وقولستي إنه ودن كوبا بايا هرتا وفكرة آد إي آد إي آد وقل حقيقة هو يتهو إيبي موس هو كامل والبحث تباور الريحانية إيبي فكرة ده قاد ما آه سوشيال ميديا إن عداود يقون يو كلا قايمين تدك الله كانوا وإن لوك فريستيد أو سويديسيد أو ترهديد أوكي محن با إن أدقون باور ريح بات شيء إلهي دينك لوك بتلو دات صعدة تدك فكرة ذلك لي فكرة دي وداني he's already with the sea وحوري أنا خلاص ب وان قولي السنة يا هدا نقولي سنة وين ودنا كنا متجري تاسع أنا حقيقة ما لين دويتوا عن أركي دك عدو سومالان وصورك سوما علق سومالان سكو صوري وملك قطب ضيني هذا قف كتاب متجعلين قف بيرسونال كارل ليه لا كمد والصومالي يجب أن الله حسب جاي وثانية دقو رسم ويدن كوبا باي يعني وحيالها اسمر كذا ركض هذا جيب ديسينكاريج لو جوس مني لكن دلهم جوجيني لكن أنا أرون كير عدي قبسته ولا فيصل ولا إر ولا موس as long as u believe garisani hay somaliland jiritaankeego iyo dawladnimadeedu iyo goonistaageego way muqaddas taasan anu rab anu wali waxaan ay dadka rosheego waxaan ku weydiinaya waxa jiraada don't be man of success but be man of value yani hadii ay waxa weeyaan aan noqonin kale laakiin noqon qofka qiyamka iyo wax u dhowrso hadaan imika guuleysan waayo anigu aan ku guuleysan waayo madaxtinimada aan ilaahdo dalka gabiisa madaxaan ku istaajinaya guul ma taasi
taasi waa 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 jealousy ba la yiraahdo gulma waa qof jealous ah adduunyadan way ka dhacdaa laakiin aan waxan diidayaa in confrontation u dhaco oo wadanka la isku yimaado oo dad masaakiina oo hooyo Soomaaliyeed oo Soomaaliland ah oo sharaf leh oo caruurteeda ku korsata tamaandhada oo muusena garanaynin erana garanaynin odayaashan beenaalayaasha koofiyad baclayaasha caruurtooda BMW-da wata ee dadka masaakiinta lacagta looga ururiyo aanan nahayn ayna danka lahayn bad hooyada tamaandhada suuqa ku dhex iibinaysa ilmaheeda iskuulka u geysa fiida subax walba laga qaado taxka taasa ummad madaxweyne oo Soomaaliland taasa danta Soomaaliland ku jirta marka hadaa tiraahid hadan cunu wayan waan ciidi waa sharaf darro laakiin dadka anagu inta badan aan indeyndeynay xisbiga oo maxaa la yiraahdaa kulmiye meel kasta ha joogo amniga joogine wax yiraah hadii la naga helo wadanku uu baabaaya wali ma arag laakiin xisbiga wadani waa wax jira barigii Allah u naxariistay in Abu Baawi yimiday oo ka hadlay hoteelka ayaa sheegnay waqtigaas soo laabtay la siiyey maxaa la yiraahdaa la yiri khalas waan ku cafin isagoo sidaa la yiri haddana wuxuu kaga hadlay Allah u naxariistay aad maqlaysa uu yiri wax Soomaaliland ma jirto waanan baabi'inayna Soomaaliland marka meesha waxa taal waa fikrad ah in Soomaaliland ayni sii jirin iyo fikrad ah Soomaaliland qoyar socod baan ku wadaynaa iyo odaynimada iyo labada midna ma shaqeyso waxaa noo ficnaa leh inaan heli lahayn qof yar oo dhalinyara fikradu doonaa mise laakiin aaminsan jiritaanka Soomaaliland war Soomaaliland haddii aanad adigu ilaalinayn haddii adu naceb tahay inaadeerka ama adeerka inuu hameesha duu qabsan waayo ay ka dhimatay tirk oo fowdka ka qaybgal inaad social mediaha joogsato ma laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa niyaha uu xisbiga wadani anu ciro ma odhanayo laakiin xisbiga Faisal ba ma wax ka yiraah Muuse ma wax ka yiraah laakiin anu xisbiga wadani anu waxaan dhulin laa labadaba yaan loo futiin oo cidda loo futay laakiin aniga xisbiga wadani madmadow aad iyo aad iyo aad u badan niman gaar ah oo danaystayaal ah oo cidna u joojinayn oo raba inay Muqdisho si toos ah inoogu xidhan oo Muqdishona jooga xisbiga wadanina ku dhex jira ayaa jira laba unban kaga badbaadi karna imika oo intaan baarlamaanka iyakaana u badan sidaan maqlay baarlamaanka xisbiga wadani baa u badan MP-yada inta lala fariisto laga dhaadhiciyo oo la yiraahdo okay waxaan doonaynaa labadan waxyaalo kow in la joojiyo oo laga dhigo mamnuuc wada hadalka maxaa la yiraahdaa Soomaaliya lala galayo in la joojiyo oo lala hadli karin ilaa number one looga dhigo la yiraahdo ilaa ay aqbalaan conditionkeena ah inaan dad dimuqraatig ah oo dowlad aan nahay haddaynan dayna aqbali waayeen wax wada hadal badi ma jirin ima waxa la yidhi ninka sarreyntaada diidaadna tiisadi hadana Soomaaliya ku hadlo marka waxaan ku soo gabagabeynayaa labada iyo in la joojiyo wada hadalka Soomaaliyana in laga dhigo cadowga ay leedahay ummadda ma laakiin rusheego marka tiraahdo Soomaaliya inagu wadaan miyaana rumaynin aragtidii ahayd Xamse Cali Barre uu lahaayeen waxa weeyaan xisbiga wadani tan yahay amadeen cadde xisbiga wadani baan sugeynaa inuu dhigayaan shub adigu maana faafinayn propagandadii iyo proxy work-ii ay soo qaadeen Soomaaliya ee ahaa inay ku shaambadeeyaan xisbiga qaran ah xisbiyada qaranka waxa weeyaan inuu yahay inuu adeega danaha Soomaaliya amba Soomaaliya wada hadal la furi doona waxa weeyaan aanay ka cabsi qabin in xisbigaasi ujeedooyinkooda uu fulin doono iyagu danaha ay leeyihiin aanad adigu arinta dacaayada ay soo geliyeen iyagu Soomaaliya ay soo geliyeen baraha bulshada amba ay sheegeenba aanad noqonayn microphone marka tiraahdo waxa weeyaan xisbigaas siyaasiyiina sidaas doonaya calaawad waa sax waa fikrada waa sax waa odhan kartaa wixii sax ah lama diido fikrada hadii dhanka loo qaadan waa loo qaadi karaa waa wax jir oo dadkuna sidaa way u arkayaan waa sax laakiin anigu xaqiiqad jirta oon indhahayga ku ogahay oo dhagahayga ku maqlay oo man calaaw sheegaya anuu ma lihi xisbiga wadani oo dhan baa dhibtaa wada ma ah laakiin niman u sareeya oo xaqiiqa oo jirta ayaa jira runtana hadii laga gabado horta ma fiicna anuu kuma lihi kulmiya dhaama laakiin rushaw su'aashaas weydiinta la dhigay rasmi ah weydiin waxa ka mid ah niyo xisbigan wadani iyo kulmiye meelba ka midaysiin waa wada hadalka Soomaaliya Soomaaliya taa in la taan ka duuleynaaba eg qofkan waxa la yiraahdaa in order to do qofkan inuu shaqadan sameeyo give the tools uu shaqadan ku qabanayo marka waxa qofkii ama kulmiyahaado
oo isagu danaha kaga jirto maxaa la yiraahdaa Soomaaliya ama wadani haato danaha kaga jirto Soomaaliya wixii lagu tuulkii hadaan siino oo wada hadalkan sii socdo tuulkii baan u dhiibnaan leenahay ku sii shaqeeyay laakiin hadii laga joojiyo qofkii shaqadii tuulka uu ku burburinayo Soomaaliland uu ku Soomaaliya kala hadli lahaa laga joojiyo de wax soconaya ma jirto Soomaaliya condition kale haato unbay naga maxamedo salaam aleekum rashigow dema aftiin badan buu hadlay waxaanu ku tuntay xisbiga wadani oo ku dubaray ayuu tuntay meesha xisbiga wadani ku qoranay ayaa ku qoran kale mana ku qoran kula socda rusho ma saacad ku sii aanu ka jawaabnaa ku sii diin saacad ma ku sii iska hadlayaa dami ka yaa dami lazim finish en waxaan la bilin karnaa dad dadada li saaxib raalin aanu deenin xisbi ma yihi aanu nin oo qoladi wadani aragsineed ku socda aanu nin Soomaaliland aanahay waligeen xisbi ma raacin en shaqana ima siyan muqdisho shan jeer baan tagaa sanadkii waqti waxaad ku hadlaysaa waa dagaal caadi ah dagaal caadi ah suuuman mayne dhamee dhamee aniga inta aad yahay jirtaa taa u falaynaa adiga waxaan wali iska qabsiga ma soo dhaqalay laakiin meel qaldan baad ka wadaa laakiin anigu ku aday hankayga ma soo dhaadeen in ri Soomaaliland ahay wadankaygana difaacayga aan intaan kaga jiro aan waan ay soo umad roo way ogtahay laakiin ma rabo inaan waxa local ka u soo daadago laakiin xaqiiqadan ku sheegayay waa taas laakiin waxa kaliya tan kaga baxaynaa idii sheegaya waxa weyn ku in la joojiyo wada hadalkaas condition lagu xiro haday Soomaaliya inay nala hadasho dhabto waxa kaliya tii laga hadli karaa in hal wax yahay kaasoo ah horta qir inaan nahay dad jira oo dimuqraadig ah iyo dal jira inaan taasid markaasan wada hadlina waana in salaamiya dhammaantiin igana raali hada ninkii aniga qoonsaday dhinac ii riixu ee kulli meel muduuba dhexmareysa laakiin waxaan sa ku sheegaya Soomaaliland akhiro sheego inta aan ka bixin xisbiga oo kulmiye maanta talada hayaa wixii nagu sii daayay passport waa dhan passportka Soomaaliya oo italahan Soomaaliland ka awood badan yahay ba kama ay shaqeynin in passportkeenu noqdo mid adduunyada oo dhan ee u furan oo lagu maro waan ka shaqeynay inay xitaa number gooni ay noo sameeyaan way ka shaqeeyeen laakiin arrimaha way haagaan waxay noo fureen xisbiga waxa weeyaan hay'ad waxa weeyaan siyaasada ee UN aya ka furan waxa weeyaan meeshan la yiraahdo Soomaaliland oo waxa weeyaan ka shaqeeya waana hay'ad siyaasadeed oo UN Trust ka leedahay Soomaaliyana lagu tartay xisbigan kulmiye muddadan uu joogo wada hadalo dhowr la galay Soomaaliya oo de lagu ma eedayn karo xisbiga kale wadani haddii isaguna halkii ka wado oo walgii ka waxa saddexaad wada hadalladii imika baarlamaanka maalinta weysoro wal horkeena waxa la yiraahdo arrintan iyo la soo afjaro inkastoo doorashadii iska dhawday laakiin hadana kulmiye kama shaqeynayo in wada hadalladii la soo afjaro waxa weeyaan arrintaa kama sii loogu talagalay oo marka maxay ku kala duwanaanayaan wadani haduu wada hadallada la sii wado iyo haduu wadani arrintaaba uu arko in arrimaha Soomaaliland halkaaba laga dhameyn karo maxay ku kala duwanaanayaan tan uu kulmiye sameeyay iyo tan wadani sameyn doono aan isku mid unahayn horta waa runta horta taasi waa argument sax ah oo fiican waana su'aal run ah laakiin anigu waxyaalaha aan shorta dadka inay dadka reer Soomaaliland ogaadaan xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye wadani imika ahaan waa kulmiye soo guuray barigi horena u cudbay ka soo guureen oo kulmiye noqdeen xisbiga meesha dad jadiid oo dig jadiid oo soo galay ma jirto ma ogtahay laakiin xaqiiqada marka la eego waxa weyn dadkii kulmiye soo baabiyay unba maanta ku jira aan wadani wadantooda yaani wadan fiishan malaha fiishan wadanka ayuu hoggaamiyaan malaha xitaa kulmiyana ma jirto xitaa wax fiishan leh oo hore u socday ma jirto iyagu waxa ay aaminsan nabadtaas iyo wadankaas in la sii dhiso bas laakiin nimbo intu su'aashii ku noqo su'aashii lagu ay kaadi su'aashii lagu weydiiyo ku noqo rusheeg ay waan wadaay labadaba waa islaam waa run xisbiga kulmiye qaladaadad uu sameeyay ilaa waqtigii siiraanyan kasoo hadlay oonan horan uga hadlay oo qaladaad siiraanyo oo dadkii la shaqeynayay ay sameeyeen waqtigaas oo xisbiga kulmiye la yimiday waxay ahayd koow wasaaradda arrimaha dibadda oo meel fiican maraysa uu baabiyay oo adiga ogaa in hadda Ingiriiska noqoto iyo hadda Mareykanka noqoto iyo hadda dunidan Carabaha noqoto iyo hadda meel kasta noqoto meel fiican iyadoo maraysa gacanta ku dhigay uuna baabiyay laakiin haddana markii uu soo socday ee la soo waday wuxuu iyo furitaankii wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay ahayd waa dadka maanta jooga ee qaybna kulmiye ku hadhin qaybna ay wadan yihiin labaduba waa iskaga mid aanu ma diidan labaduba taa waa iskaga mid kulmiye qaladad uu sameeyay qalado wasaaradda arrimaha dibadda oo badan laakiin halkaas si la yeelay laftiisa halkaas baa ma shiina soo gabgabeeyay ah
dadka qaar ba ku dooday waxay dhacdaan dhaqaalaha Soomaaliland waxa 100 milyan oo kaliya taa markuu siilay xukunka qabtay ee Cali baba soo wadiina la su'aal ka walaa salaam alaykum barakaatuh بارو علي ما سؤال ويدير يا نشيق لا سؤال ما اوكي سوري سوري رالاو رالاو واي 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 اي ود ود ها مرتا 100 مليون بومري با لا يدادا اما دور 60 مليون بو وها دقه ميزانيه الصومال لانو دري وها ويان واغا سوسيلاي ميشي markasi uga shaqeeyo kobcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga ayaabu wada hadal la furay Soomaaliya arintina waxa ka caawisay in dib uga la keeno dhaqaalaha miisaaniyada Soomaal laan la gaarsiiyay 1.5 milyan aan taasina ay keento in shaqo abuur la sameeyo arrimo badan ee xukuumadii kulmiye ay u suuro gashay aan marka aan arinta marka farbar dhigto faa'iidadii inaga soo gashay wada hadalada la fulay oo dhaqaale badan laga helay Soomaaliland kor u soo qaaday dhaqaaleheedii aan ween ka soo nadeelay fiidka ama dadka noloshoodu aanay wax badan iska bedelin hadana dhaqaale badan waa la keenay wadanka waa runtaas aan miyare ku muuqanin marka farbar dhig ku sameeyso in madaxweyne Siilaayo arrintaas ay ahayd arrin sagaysay kula oo ku guuleystay marka dhinaca ka eegto sax warinta laakiin madaxweynaha Siilaayo madaxweynada daacad oo dalka u daacad u ahaa isaga ma ahayn laakiin qof waliba wuxuu yaqaan in buu hore u waday imiga madaxweyne kastoo adduunka jooga ama meel kasta hatee waxa wax bedela waa dadka la taliya isagu talo u keenay kara go'aanka last go'aan buu leeyahay laakiin dadka la taliya go'aanka u keenay laakiin Siilaayo wuxuu qabtay idima dhinay garayn waa wax aad laakiin midowgu waxaas oo dhan xitaa wada hadalka horteed ba waxa inoo yimiday dawladdu waqtigii Siilaayo oo maraynu kamid ah oo doonaya xitaa in ciidamadu ay noo tababaran oo la inoo yimaado oo dawladdu badan oo investment inagu sameeyo inay yimaadaan oo waqtigaa waxay ahayd meel hore sare maraysay arrimaha Soomaaliland laakiin wuxuu qabtay ciid kama dhinay garayn karto maanta digada lagu faanay inkastoo de ilaahay ba faaniyo ay tahay digad dadka adduunyada digadaha waxa lagu xisaabtaa biyaha intay hoos u daadacsan yihiin dib yihiin baa lagu qiyaasaa waa digadaha waa dareer reer digada ah waayo dib bay natural ilaahay dartiis kaga tahay marka satellite ka aad eegto ee berberisida u dul joogsato ee meel Soomaaliyeed iyo Afrika sida uu eegto horta wax Afrika u dhowe ma jirto dikada han dibahan oo waxa soo joogsan kara ee maxaa la yiraahdaa ee maxaa la yiraahdo max tank ee sida ila inkudo 420 kun iyo ila 300 kun ee maxaa la yiraahdaa ee Chinese ku leeyahay containerada isagoo on wax ka baqaynin dib iyo inaa u timaan qalabkiina uu yaalay wax laga dijin taas waa gaar laakiin waxaan ku soo sheegaya wax uu ninna lama laha waxba ma qabin ibna wax ma qaban doonto lama laha laakiin waxaan joojinayna wixii inooga iman doona hadhow tool ilaa iyo dambay leeyihiin oo dadka kale dambay leeyin adiguna dambaad leeyahay dantaada iibi tooda ha ku leeyimaadna laakiin haday tooda uu ku lagu leeyimaado taas waxaan ku leeyahay wada hadallada wax laga faa'iiday ma jirto khasaare mooyaan wati idna aadan ismaaciil oo idna ay lahayd same things marka waxaan ku soo gabagabeynayaa dalinyar badan bay nisuugaysay anu xisbi iyo dad iyo qof minna ma sheegi laakiin waxa Soomaaliland u dana ayaa anigana idana warwaani salaamiya dhammaantiin boqolkii boqoliga raali hada daanan idinku dheeri aad ma basadi abaan haye abaanow baal muusaxo way kale assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bartaniyo baashteen sawir gaagaabsa fiican duqufta saacada iska haystamaa ta kale wax weeyaan meshan deewal iska hadlayaa in kastaaba siyaasad bu taageeraya iyo qof bu taageeraya oo xisbiga ka tirsanaado ama iyo ka tirsanaani walaalkii aad hadlayay wuxuu cadeeyay inuu maartay taageersan yahay muuse uu soo noqdo suuciyay wadana ka soo horjeedo cadaw arko dalka baba ayaa hadana dhinaca kale wuxuu ku leeyahay anuu cidna kama tirsani Soomaaliland mana ilaalinaya Soomaaliland waa soo dhaafnay taa weyn wada ilaalinayna waxaan isku haynaa anaka maamul fiican iyo ana dalka kaaga la xitaa badan waxaan isku haynaa hawiyan inkastoo la tijaabiyay arrina maamulka waa soo hayay oo baarlamaan buu sheekay soo fadhiyay sanad soo fadhiyay oo de sanad ma fadhiyay hadii aanu dadka aanu isku wadkiisa aanu lahayn wuxuu ahaa musabiixina waxa weeyaan hadda 7 sano dalka uu jooga wax alla wuxuu qabtayna ma jirto ta kale si khalad baad ii tirsantay waxa tidhi Bansaag wuxuu yidhi hadii aan xisbi hadii uu soo baxo Muuse iyo hadaan soo bixin dalka waan duminayna hal ma oran waxaan ku leeyahay hadii uu xalaal ku soo baxo caadi loo doorto ma filayay
يا هدي أن دورنبا حلا هدي وكسبتها لا بد من أو يعني مر والبعض يحكوا كسر لعبته لا قدر الله ذلك ودمية تحسن كورانو مر أنا قاعد دمني إني إلهي مكوا ما ندمنانو ودني مو دمن وسود ودني هل سركال لذلك وما عمله هل أسكرنا ما عمله هل عالم كنا إكلام حريره تذكر شعبك كمدي السياسة دا ربا ذلك إني حكي بدينا بس وين يوم بقى عن تكو هاي لو بكرنا لو أكو هاي عن تك ان كولي سيرك عنك مش كثيره ما قلت امرك دقدق هبا جيره ان كربا لسك خيرنيا خل دبانا خيرن يا سلاف دمتي با خل دبانا دي تلك يا اسك خيرن ان بلا صاب لو هيا marka kelmadadana dadad ayda soo dilsan san mananaya dadada masuul ka noqotid oo laa malag ba ku taagan in nin dadkii dibay oo inta soo dhiga taadiyay oo dhaqaali umada luusaday ان waayo aqli ma aha sidaa yid boqolkiis maalmo ugu horeeyay een wixii uu qortay ayuu fuliyay magarad een todobaadkii sanad joogina ee wata la maalayo wixii uu soo keenay inkastoo markii laga soo horjeeday een dhan walba wadooyin waxa la yiraahdo wadooyin kuna waa waxaan masaarada u taqaanaa niilkii ugu yaqaanaa inay shalayaan xaya waal booliyashan oo la soo wiyay dalka hadan wadooyin lahayn ee dhaqaalihii isku xirmo isku furmay wali waxa naga dhiman wado weyn oo muhiim oo barbarato argaaba xaalade ayaa naga dhiman een taas kale duufin lahaa waxa weyn bay noqon lahayd marka maanta wax loo tiray Somaliland ma beedir baa ma quraarada waa quraarada dalka hadan la ilaalin Sweden waa adiga arkay ilbirsay ku burburtay Somalia xil horay shee ilbirsay ku burburay Soviet Union-ki waqti Yugoslavia adar dalka dadka aan dhisi karin dimin kara quraaradu way tahay adad ilaalin weydii waa quraarada saawla soco waqti demay imi Somaliland hadan la beedir keda babina iyo duminaya laa Musa babinaya daan dadku ma oran lugay duwin Musa iyo dadkii la tanlaya babinaya muse ama maqliyo culimo maqlimaayo caamo maqlimaayo daqaaliyahankii ganacsiga maqlimaayo een siyaasiin maqlimaayo wax garadkii maxay tahay een dhaqanka maqlimaayo international committee maqlimaayo wasaaradihiisa maqlimaayo oo waxa ma weydiyaa oo wasaarad waxa ma weydiyaa wasaarada ciidda la shaqeysa ma darag badan ma leeyahay wasiir wali hadlaya way yartahay ferreer ayaa aragtay oo hadlaya wuxuu sheegaa wasaarada arimaha dibadda aniga askala buu ka hadlaa wasiir arimaha dibadda ma hadlo ma garatay inkii shaqeynay fartoon intii yar markuu joogay caalamka dhan ugu soo xiray aradde wax weyn waa laga fariisii sagarmis kamoo soo xweeyaan ee wan man show wan kirigiisa ee danaysanaya lacag urursanaya aan meel geeyay garmaaye dhulki iska daacidka danyarta ku haysta oo cidii reerkiisa family-giisa maxkamad maalo bisla taageen nin bolor dad ku haysta soo dad xukumi karaya nin bolor ma ku haysta hukoomada isay ka horreysa kumiyar waxa lagu daacaydinay aan balaba dalka ma maamulo siilaya niman baa iska haysta iyaga dalka maamula iyaga kaba soo qaad beenay niman kale maamuli jireen kulmi ee kama dhamaato xukunka qof marku maya hormay eeda ikadi ha eeda weeyaan waa ayd la yelo walaa laakiin nimankii isaga xitaa dad saxda u dhigto ay dad baa makoos maamulay deegaanka maamulay oo kuwa maanta dekedaha siraada ku shiday weeyaan iyo kan isaga talaabo ma ogolaan ku jira kaas talaabo ogolaan sam ka sheegaysi mana wax leh talaabo ogola kan ma ba ogolaba cid waxa u sheegta cid waxa suldaankii simi suldaankii yariinay ayuu bedelay inuu meerku bedelay oo baadilay maamulba iska dhaax kale laakiin kale baadu aan madaxweynaha Soomaaliland musuldaan baa doortay mise Soomaaliland baa doortay waxa doortay Soomaaliland wada waa suldaanka Sudan waa shaqsi reer buu yahay Sudan Sudan Hassan reer ayuu yahay Sudan waxa laakiin waxa Soomaaliland dadka Soomaaliland oo xiranay waa Sudankiisa inuu dhageystay kale taas waa shaqale laakiin dadka Soomaaliland shaqo deesaladintii gudbirsi ku yahay habar jiclo kuwi garxatiis kuwi aan muxuu aha habar wal minna xiriir lama laha laakiin macnaheedu maaha waa walaal yahay tasina wanaag taaba oo salaadinta aan mushkil weyn baa possibility ma sida ku taamid xuneys yar oo la shaqeynayeen dalku uu fiicnaa waxa laakiin odayaasha qolisa xurmeeyay odayaal dhaqan iyo hawlka ay wadaan arintii dhaqanka meherkii reeri magti dawladdu waa dawlad institution ay gaara marka reeri inuu dawladda oranayo ayuu ka xil ugu cabran hadaba reeri wax weyn ku wax doortay nader ee qabeelka ku wax soo doortay weeyaan een ilaa dawladdi horena wasaaradda arrimaha gudaha een uqaashu laan gaaray leeyihiin agaasma gaaray leeyihiin
لقوم مارمو لبده لقوم مارمو مركز خلاف العصي برود تكدمية ما أنت دمية هاي هاي وحكرت بهاي العقال بهاي يسود على سلادين تجد دوك دمية مركز كمان اللي تذكر تيد ميسان كي كلين أنت بفتات وحويا ضد بين مثلاً أنا السودان يوم أنت عدنا دي وحتى عدنا خلاص قاركيني تهدول هذا نكاه إنك دايد إنك مو شرتي تقول سكدي أنا أكلم بارنا شكرا ميسي هذا سوى حلا دكوا أركي ده حلا سودان لكن لسه وراه بانو ود الديمقراطية تبتكو إلى ونفق ود عبران ريغولا ويمشى التغان لكن سودان بقى وحيش هو سودان غادر يا that's what هو دوية كلاسما دمية ما هي وحويا سودان هو ما أنت سلادين تكتب سلادين متعلمين أهل الدين بحكلا يقانة ويا شكرا ميسي لا وانا كل واحد استوى لا ما قادنا يو وحي لكن وحق سمايو حق سمية مرت إنه صحة وكهذا الله هذا هو الراعي بقول وحي لكن وخلده وسمينا يو تكون الراعي هذا كم أذى ويكون رافين هذا القطيع كقاعدن وأقول وحي خلده كم الراعي لكن وحي أنتوا إيش يا جوان درسية كانوا ميكوس وين كانوا وخلوا مفرية مش أنت دلك أبو باريا أنت وحكت سويجية أنا حاليا مش قادر دي إنه لسه عروتي بسقول قاي فكر مس مركب وين إيجي وحي لي ما دو ولا قلت السنة يا وراح نوضع مصحة مسوى خلط هذا يسحت أول رعاية هذه كانوا جديدة ما قلت ما مغلسة مركب إحنا هذا الكي لما نروح كوسو قبل جبينة إن هذا موسى ما أنت وح لقود دارته لا ما حيو فكر مس نقولنا ما يسو قيل وضني يو حياتي إذا جرحت لا دور حلا يو أيه حمر الصعدة أنا بدي جرحت من هندي فكر مس وما أنت ريركا لا بعد تاجر سن حسب قال يهدو وضني وعبرش على ما أنت وصلي تاجرتك كل مية سكر مس كده بيرسي بقى تاجر سن سكونه ما قرأت مركز حويان هر رير إندوس لقى سعر ما حسبه الله قدر حلو الله قدر برع معها حسبه كان حسبي ما أنت كل وقتي هذه حتى سال أرجع ويان ذلك هرم مرين كره لا وراء الحبار والسلام على سبارة بارو سؤال شو هاي البيش هذا شكت الحبار شالو لأنه قرر منه حبر شالو مش لو ترى كوبية وضل ينفع برسنت تاجر سن أنا متعور معه لكن ده ما يتاجران أقدر يقول لي تاجران ده سبب عيد زمان تاجر كان لكن سؤال شو هاي بارو ده تقول ليش بيقول قال هذا سلاح اللي بوك الله سوى ما كان الله يا أوله إيوه ما كان هرتده يسوى أدو بولا كيسير أيه عمر قال لي صالي هذا صالي ليش بيقول بيقول كده يا حبر شالو عطوا لي مسرو بانت أنا أرتا عن كفتمي هذا سما بلالو نمن عيد قال لي لأن يحسب أرتا وحصلت له موعد بكوض أنا محسب ما في دام بدون يا ماسلم وح هذا خلاص قصة قرنه وعيد قاله ماشاء الله هذا وعيد قاله سلطانك وعيد قاله ماشاء صالح إلى قصة رواكا عكسي وعيقة كوري دكتور بغرابي عدا عدا جودي وهالك محوها أفرن محوها وحن ده هالوردن ليبان جدي قلت أول في دوا إذا قال سو قرأت you name it كهودة نهابري ونسي كمبشرو وهذا لك صور عدار بركا درير كاس حسب لي هنا يعني حسب الله ترين إنيو كهودة بركا سؤال هاد السؤال هنا ده مش ما يقول وهرن تاتاس ما مغلط ترت ما مغلسة يا وأربعين أو هذيك المسلسل والله ما بركا هستا سو خلط بيهايت عدو كمان غنا خلاص ذي هاي يعني وحيبوا يشتري أنا كودي دين هاي لكن يو بيل بعدين كهرباء وحقو هذا الشيء وحس بيجوا وحكي صار لقيش بيل بشك أنا قرر معي حقيقة جدوية جوا إذا قال إيه كده بس هو ولا تري وحبا عدك جدوية جا عدك بس هو ولا تري أول فدم ويا جا ما قرتي مركا I don't know ما كلام الله سبحانه دوم عليه لكن ركا أبني مسي الله طول حلو يا منا هذلان أنت بدنا حبضه كم شيء كان إحنا ما واحد لبا وديك أبى شيء ما دويتو سكر مس مركا خلاص بس of course أنا بكون رح مرة هاي استعمل غلي هاي استعمل حكي يعني نقرس يا هو حلقي يا رعينا والله سعر الله قاعد رايح ما حب الله قاعد رايح ثالث تو تقولني مو هذا هو قاعد رايح بيه حاله هاي استعمل خصها وصارم بقى كوردي كوردي ما أنا سؤال هاي أنا بيجي يوجي ما أنا سؤال هاي نركاسي نو تلو وده والله قرنا هنا ده مو وليني وأنا استوب كوردي مركا هذول ده أنا بقى هاي استعمل ما يمغلسه بالسعر هاي استعمل ولا ما يمغلسه سوري 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 سو
وما حسوا إن هذا الكمين أنت إن هذا الكمين تحس وح لي سلاح لي وح لقيلي سول واس سومال الله سومال لام بكتير سنتاي عتبة لقدون إياه ولا سحر قلنا إياه كمين وتناسل أنت سول وايدس وايدس كمين كتناسل أبتدي أنا ريز أنا ريز ما أنا ريز ينن ينن وهذا نسيت عما وحوك الجراني تمين لقى هذا ما يو سول واس سومال أروح أنا أرتيك هذا وايدس شو ديسي عم تذكر أمسنا بنا هالدجال كأن الله بعدين وخلاص طيب أصلاً because Saul Barry ما Saul Saul Barry كوريو هوسوا هرقيس ماشي تكتيتيس لا قدر الله إلهك مرديكو هدي حمر يجلس الله قالوا هردي وغوي كفر بالوجلية هدي سومالن إن شاء الله تعالى مركز الاعترافنا تولد هرقيس كترسمك خيب جلسي عن مبين أمسنا مركز هرمي الله تعالى ما أدكو تعقب صو شو قرمزي because سومالن درست تكني لا ينقود ريو معارضة waata qana kosto faymka dhinaca gobolka ay qaybti ka digeen kuwan leeyahay serbiyanku ila hadda taariikhdi wax lagu kar laayay baabuurta oo tii serbiya ugu dhigin tii kosofal ugu tag laayay 1998 kimid siftaagi marka la qaaday referendumki way diideen codka bixiyaan dadka diinta laaba lagu riyo inta ku tii dadka mareenka ay taariikhdi dawladda kale isaayay inta lagu lahayd xaqiiqadan kulmiye aan tamadiidanin aan tamadiidan laakiin haysta waxa qaada تبهد سومال المعارض كوا تقولي قد بها قضاء وكدي قلوا حي سول أضيق بينه هوار بطيس وكادي 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 سول هرت التئوى واسومال الله قول كنو واسومال الله اي مركا هرتها قولادي انو كل مية دي وحوية ادو كل مية وتيدو انسوقني لكن قولادان كل مية دي واحد متيني سول بكتنا سولين موكتي مركا سول با سيدا اللو قضاء هستا سول واسومال الله meesha laga yidino Soomaaliya magarad yes marka politically day hortay in correct aan noqonina moogti sool waa Soomaaliland Soomaaliland bay ahaan doonta in maxaa ku raati ee wajara laga yiraa soolay iyo hadii la yiraa iyo harkiisa laga yiraa yaa maabki Soomaaliland hadal maanta ma baana maabki Soomaaliland meel bay nagu dhigini sool bari ma ku jirtaa sool ma ahay sool bari adigu la sax sool bari ma ku jirtaa ee sanaag bari isku ma jirto ninka maanta ilaada sool way tag ana wax la yaab qaar ilaada sool way tagtay inta kale waa subit awaan ka saa laakiin qolada imka sool waxa ka waran qolada sool ay qaatay sool ay sool ay xargi ka tirsay way waalayn xiligeedii ma xiligeedii ma aniga sabab qaada oo jeeyay sabab ka weyn ka tana suuga de kamayn inta la soo arabti inaan wax ka dhinno oo garanayna yana suurinno isfahmina soo qaaday sabab waxa qaada waxa waxa qaada jabhad waalatay waxa qaada nimo qorshile leeyna waalo ba qaaday ugu sool bayno garanayna soo wadi koodi qorshile laakiin la yidhi laa niga sudafo ay mesha marka soo laga hadlaayo waxa loo jeeday nimanka hartida bola chance siiyo ya hartina maanta boqolkiiba 80 codan maayo ninka la laado aan siido maay war malolo malolo nin tuu dhale suldaankeena aanu qadarin madaxaanka noo saaran oo waligaa anaga suldaano ah suudaanka ciid gale suudaanka isaaqna isbalana waxa weeyaan ninkii isaaq oo dhan ku sheegay nasab dhimanka ku sheegay caayay haadade ayuu xaal si isagii meel kale laga dhacayna kamuu hadal qodobka waayo mida kale maxaa keenay ma ina salaxri igaadi anta ku daray kaadi salaxri maxaa keenay een boorski la siinay odayga dulbaati kharafka halka baal toogul yahay laga saxnaa igaadi way igaadi ina arkay please waxaan ku wari halka baal toogal wallahi oo billahi oo tolahay iska caay jiray inta laga dhigin grad baal toog meel ilaado soo garmaysa online ka inta gradka laga dhigin شكرا مسي هذا معلم فوسي قادم معلم جامبير شهاده صار محاكي والمحاكي اما سبحان الله تاسك بحياي حسبي با تشوغي ميس اور با تشوغي حسبي با تشوغي انا معدوني دوني مغرسه تاغيرو محاكي له لبد ارين ان لا تابولس فلسطين كي نعاي محاكي له الى دوله تصايربو مومي اسعار لا تايم مش قص انا كوشيغو كات انا كوشيغو كات اك حسبي بلوسي سوح وي سانو فهمي انو حدونه يا بولسي كدوكي كلمية إنه يستعمل إنه نما كان سو حرق ليه نما كان وكرده ما كان يستعين يقولي محاكو هذا سومال لكن ديهن إن محاكو هذا إن أنا يسيف وكان إن محاكو هذا إن وحسوحي سومال وحسوحي نقول سليلا سبحان الله خيالك أرت السلطان كهذا الكوال لو جيبي وين إنه كرنا سرادين هذا الكوال لو جيبه سياسة تكتم بسنة وحكلم معها وحوي الصول وسومال الآن كراتد هو سومالان ديغانك وحاك دعيوردن وحوين كل مئة قلت خلاها تدكني سومالان بايمان يحسبك نوك بامسي نمان كانيني محانكو لهذا سحرق لهم سحرق لنيان يسياسة فرصمائيو
برشاين كاس لقيت سعيدو ما أنت عد بلو بهاي مكت ألو هرتيل بغرك يبغى تومبي لا تعرف بغرك لما تبع غيره يا الله خليها برجع لها غيره بغرك بقى والله 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 وال